بنضم لنا سمير منصور استشاري تربوي، هو معنا من اسطنبول. يسعد صباحك استاذ سمير، وكل عام وانت بالف خير. كل عام وانت بخير يا رب. يسعد صباح، كل عام وانت بخير. يسعد صباحك وصباح المشاهدين، والله يفرج كرب المسلمين في هذا اليوم الفضيل. يعني اليوم موضوع الفقرة أنه كيف ممكن نحن نشرح للطفل، يعني أنه نحن بالعيد وطقوس العيد، على الرغم أنه أنا عندي مقولة على طول بحس هي بتجي مع الفطرة ومع الشيء بيشوفه الطفل، أنه كيف بيحتفل بالعيد، كيف بجهز العيد. هلا طبعا العيد هو مثل ما بسموه ظرف استثنائي للمسلمين بشكل عام، يعني أنه في مظاهر يعني بيشترك فيها المسلمين بنوع من الاحتفال والنوع من المشاركة التهاني والتبريكات وتبادل الزيارات والإبداء الكرم والضيافة والأطعمة إلى آخره، إضافة إلى العيدية اللي هي بياخذوها الأطفال، وهي أهم شيء عنصر يعني نحن بالنسبة للأطفال يوم العيد. لذلك هي فيها مظاهر خلينا نسميها اجتماعية إيجابية كثير، أنه بتكون هي للأطفال يعني بشكل أو بآخر، مع انه ممكن يرافق هاي المظاهر بعض خلينا نسميها المخاطر اللي بتواجه الاطفال او حتى الكبار، يعني مثل الاصابات، خلينا نسميها الحوادث، السهر، عدم انتظام النوم، تناول الاطعمه قد يؤدي الى بعض المشاكل الصحيه. لذلك انه نحن بنحاول ان نعي الاطفال ونوعيهم على بعض المخاطر اللي ممكن يواجهوها خلال فتره العيد، ولذلك بنوجهه نحو ما هو يكون مناسب لهم يعني خلال فتره العيد. هذا اضافه الى انه بعض الاطفال ممكن في فتره العيد بتظهر عندهم بعض السلوكيات اللي بتكون بالايام العاديه غير موجوده، مثل وقت الاطفال بيجتمعوا مع بعض بكسره وبالاماكن المعينه بمدينه الملاهي او المساحات او بالشوارع الى اخره، انه هون بيصير الاختلاط الزائد انه يؤدي شقاوة الزائده عند الاطفال، احيانا انه حتى بيكون نوع من العناد عند بعض الاطفال الاخرين، حتى التبذير المفرط وقت ما بيحصلوا على كميه معينه من المال العيديه او المال، انه بنلاقيهم انه هن عم يصرفوها باوجه مثلا مختلفه ممكن تكون غير مناسبه. لذلك انه بتظهر بعض الامور عند الاطفال نحن بنحاول ننبههم عليها ونوجههم بما هو يكون انه هي خلي يكون يعيشوا العيد بفرح وسرور، انه ما يتعرضوا لهي الامور خلال فتره العيد. طيب كيف الاسلوب اللي بدنا اليوم نواجه فيه اطفالنا بمثلا المخاطر اللي ممكن انها تصير، خصوصا اذا كانوا باعمار يعني صغيره ممكن ما يستوعبوا كثير موضوع انه عم بيكون في كثير حلويات مثلا قدامهم، تشاركهم مع الاطفال، كيف فينا نضبط هاي الامور؟ هلا من اكثر المشاكل اللي بتواجه الاطفال او حتى الاطفال او حتى الكبار كمان انه هي المشاكل الصحيه، لانه وقت ما تكون في زيارات كثيره ومثل ما بيقولوا التبادل الزيارات بين الناس، انه وهن بيتعرضوا مثلا بيتناولوا كميات كبيره من الاطعمه وفيها السكاكر والحلويات والى اخره، ممكن تصيب المشاكل الصحيه. لذلك نحن بننبههم للاطفال انه يتناولوا كميه معينه من الحلويات خلال فترة العيد، وحتى تقليل الكمية أكبر قدر ممكن، بالتأكيد كمان والإضافة على أنه نحن أطفالنا أنه ما بنخليهم يطلعوا للخارج مثلا أو يطلعوا برات المنزل، أنه بعد التأكيد على أنه يتناولوا الوجبات الأساسية من عيد، أنه يتناولوا الوجبات الأساسية في المنزل سواء الفطور أو حتى الغداء، مع أنه الحرص على أنه تكون هي الوجبات أنه تكون فيها الخضروات أكثر والفواكه أكثر. لذلك هو وقت ما بيتناول الكمية المناسبة تمام، وقت بيكون بيطلع لبرا البيت معناتها بيكون هو نوعا ما راح يخف عملية الطعام بتناوله خارج المنزل، ومننبهه على انه انت المفروض انه انت بهي، لانه هو رح يتضيف من خارج المنزل، بننبهه انه هي الكميه اللي انت رح تتناولها خلي تكون قليله وممكن تتناولها بغير ايام وممكن بغير اوقات. لذلك انه نحن بنحاول إن نحذره من المخاطر اللي ممكن اذا تناول كميات كبيره من خلينا نسمي من الحلويات والسكاكر انه ممكن تاثر على صحته، وما في منزل يمكن تعرض في احد الافراد فيه الى مشاكل صحيه خلال حتى نحن الكبار والله مثل
بقول من كثرة الزيارات تفرض عليه صحيح تفرض عليه على انه هو تفضل وقال هي وقال هي، لذلك هو بيصيبه هي المشاكل الصحيه. يمكن الاطفال بيرتبط بذاكرتهم بذهنهم انه هن في احد اذا اكل زياده من هي الحلويات ممكن يتعرض لمشكله صحيه منبهه انه شفت شو صار مع فلان هيك، او حتى هو ممكن يتعرض له باحد السنوات يعني، لذلك انه منبهه انه لا كل بحذر وبكميات قليله، وممكن هي توزع هي الكميه اللي تاخذها مضيف لايام ثانيه انه خلال فتره الاسبوع والايام القادمه. يعني في شغلتين كثير مهمات بالعيد، يعني اكثر شيء بيحبوا يمكن الاهل انه ينزلوا بالسوق مع طفلهم ويعني يختاروا ثياب العيد، قد ايه مهم احنا نشارك الطفل بهذا التفصيل، نخيره بين هذا اللون وهذا اللون، هل حابب تلبس هي ولا هي، طبعا اذا كان يعني واعي وعنده ادراك. وايضا اكثر شيء يمكن بيحبوه الاطفال مثل ما قلت هو العيديه، العيديه هل لازم نحن نتحكم بالمصروف ولا نترك الموضوع المصروف للاطفال انه اجتوا عيديه خلي يعني يتهنى بيها مره بالسنه يعني بتمرق؟ هلا صحيح، هلا هو يقال وهو الشائع يعني عند الجميع انه العيد عيد للاطفال، يعني للامانه هو العيد عيد للاطفال يعني، ولذلك انه اكثر مظاهر الفرح والسرور هي بتبدو على الاطفال، وان كان هو العيد للجميع، للجميع سواء الاطفال او غيرهم، يعني هو العيد للجميع لانه هو تتويج نهايه شهر فضيل، يعني النجاح شهر فضيل من الصبر والطاعه الى الله. العيديه هي المشكله في العيديه انه هي عم تجي خلينا نسميها سلوك استثنائي، يعني نحن نتخيل انه طبعا المهم مشاركه الاطفال، مع انه هذا صفى الامر اشبه احيانا انه نحن نوافق على راي الاطفال حاليا بالما يلبسوا وبده يطلعوا شلون، انه شيء كثير صعب يعني حاليا نحن نعرف هذا، الكل الاباء والامهات بيتعايشوا يعني معايشين هذا الموضوع في مع اطفالهم. اما العيديه وهو تخيل انه انت كل فتره السنه انه ممنوع الطفل ياخذ النقود او المصاري من حدا ثاني بظرف استثنائي يوم العيد انه فيه ياخذوا من الاقارب والاصدقاء والى اخره اللي بيجوا بهنوا. العيديه هي صارت ثقافه عامه، هي الاباء بيصيروا والاجداد بيعطون خلينا للاطفال للاصدقاء الصغار الابناء الاصدقاء الصغار والزوجات حتى يعني، وانتبهوا اهم شيء الزوجات. ها طبعا هو بيكون العيديه ظرف مبلغ مادي مال يعني الا للزوجات، معلش خليكم ذهب يعني. الله يعين الازواج في هذا اليوم. اذا العيديه انه هي للاطفال طبعا بس للزوجات، العيديه هي رمز للفرحه والسرور عند الاطفال، لذلك انه نحن بنركز لهم على اهميه هذا اليوم، انه ليش عم ياخذوا العيديه، انه شو اهميه هذا اليوم، انه هو نهايه شهر طاعه وشهر فضيل صبر شهر كامل طاعه الله. بس ولكن هي كيف تصرف العيديه، هو المفروض انه نحن ننبه الاطفال على انه هو طبعا راح يحصل على مبلغ مالي، انه بالحالات العاديه انه ما ممكن يحصل عليه، يعني بالايام العاديه ممكن الخارجيه بتكون اقل بكثير من المبلغ اللي بيحصل عليه في العيد، لذلك انه نحن متاكد على المبلغ اللي بيكون معه الاطفال كم المبلغ اللي بده يحصل عليه. ثانيا انه نحن بنقول له انه يوزع هذا المبلغ او هالمال اللي يحصل عليه انه ما يكون ينصرف بمكان يعني بس للمأكولات والاشياء الغير مفيده، انه ممكن يقسمه يعني جزء من الاشياء اللي بده اياها، جزء من التسليه والترفيه والالعاب والى اخره، وجزء ممكن يدخره لايام ثانيه يعني انه هو طفل او يشتري فيه اشياء بيحتاجها مفيدة. وفي بعض الاطفال المشكله انه بيعتبروا العيد يعني فرصه لانه بدهم كل الطلبات، يعني بيجمعوا طلبات ليست الطلبات للاهالي انه انا بالعيد بدي هيك وبدي هيك، يعني ليست الطلبات. طبعا هو يعني يستوعب الطفل حتى من الصغر الى انه العيد انه هو العيديه هي مشان نوع من فرحة والسرور لألون، وحتى أنه يستغلوا المبلغ المالي في أشياء ممكن تكون مفيدة لألون، ما نأخذها منه وحتى يدخلوها يعني كما يصرفوها في ربينا أوقات لاحقة بأشياء مفيدة، يعني نخبيها ونقول له رح أنطيك إياها بعدين وإذا غرامك راح. كثير مهم أنه عن جد استثناء نعطيها للطفل يتصرف بيها. إذا لا اذا اخذوا الاهل العيديه اعتبروها انه هي المعضله التي لا تحل، خلص هو راح يعتبر حاله الاهل انه راح اي مكان راح يروحوا فيه راح يعني مثل ما بيسموه الولد راح يقول انه البابا او الماما اخذت العيديه، لذلك لا ينصح اخذ العيديه من الاطفال. شكرا. بس ننبههم على انه او نحذرهم انه بدهم يصرفوها باماكن مفيده، هي شغله. ثانيا انه بتعلمهم على المسؤوليه، على المسؤوليه بصرفها باماكن مهمه. صحيح. شكرا لك وعيدك مبارك مره اخرى. سمير منصور استشاري تربوي كنت معنا من اسطنبول. شكرا لكم ولكل المشاهدين، كل عام وانتم بخير لكم وللمشاهدين.